السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك النذر لغير الله. العبادات وأنواع العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذه العبادة التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالهدف من خلق الإنس والجن تحقيق العبودية لله جل وعلا. بعض الكتبة وبعض المثقفين يكتبون ويقررون أن الهدف من خلق الناس هو عمارة الأرض، عمارة الأرض، لأن الله جل وعلا استعمرنا فيها، قال: واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها. السين والتاء للطلب. نعم، طلب منا عمارة الأرض، لكن ليست هي الهدف، بل هي وسيلة لتحقيق الهدف الذي هو تحقيق العبودية لله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الهدف، وهذا هو الغاية من خلق الجن والإنس. واحد سأل قبل يومين أو ثلاثة هنا في المسجد، قال: لماذا قدم الجن على الإنس؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، الجن قدم شكلهم ما يرون، والإنس قدمهم أخرا عشان يرون. نعم، الجن خلقت قبل الإنس، يعني خلق الجن متقدم على خلق الإنس. نعم، في شيء؟ بس يعني الجن أطوع، الإنس أطوع لله جل وعلا، بدليل أن أصلهم آدم، نعم، خير من أصل الجن الذي هو إبليس. فهؤلاء متمردون على الطاعة والعبادة، فقدموا للتأكيد عليهم. هذا قصدك؟ نعم.
هل ثبت ان ابليس ابو الجن؟ جاء في بعض الاخبار انه ابوه. نعم. انهم مامورون قبل مامورون بالعباده. مامورون لان وجودهم اقدم مثل ما قيل. غيره ها؟ لما طلبوا الاشرفه ابليس السجود مامور قبل. على كل حال نعم. لا تقتضي ترتيب، لكن التقديم في الذكر له نصيب في الأولوية. قالوا الأولية لها دخل في الأولوية، ولذا لما رقي النبي عليه الصلاة والسلام على الصفاء قال أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولا لا شك أن الواو لا تقتضي ترتيب، ولا يقتضي هذا أفضلية لهم، لا يقتضي هذا لأن لهم أفضلية، لكن تقديمهم في الذكر لتأكيد الأمر عليهم، لأنهم أهل عصيان وتمرد تبعا لأصلهم، وهؤلاء أطوع. ولا شك أن الطين الذي منه خلق آدم إذا نظرنا إلى أصل الأصل أسهل انقياد من النار الذي خلق منه إبليس. المقصود أن الهدف من خلق المكلفين من الجن والإنس هو تحقيق العبودية، وطلب العمارة للأرض إنما هو وسيلة لتحقيق هذا الهدف. ولذا الأصل أن تعمر الحياة بما يحقق هذا الهدف. طيب الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني شيء تقوم به البلغة والحاجة وعمارة الكون وبقاء النوع الذي يتحقق به هذا الهدف. العبادة هي الهدف من خلق الإنس والجن. العبادة لها أنواع، لها أنواع ذكر بعضها الإمام المجدد في الأصول الثلاثة وفي غيرها من كتبه، ومنها الذبح الذي تقدم، ومنها النذر الذي هو موضوع الباب في درس اليوم. عبادة. والدليل على ذلك قوله جل وعلا يوفون بالنذر في الآية التي ذكرها المؤلف، وأصرح منها ما اقترن بواو بلام الأمر، ليوفوا نذورهم. اللام لام الأمر، فهو مأمور به، مأمور بالوفاء به. وهنا مدح الله الذين يوفون بالنذر وجعله من صفات الأبرار، من صفات الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر. السياق سياق مدح، لأنه من صفة الأبرار. إذا قلنا إنه من صفة الأبرار هل يختص بهم؟ هو سيق مساق المدح، فهو ممدوح بالنسبة لكل مسلم، سواء وصل إلى مرتبة الأبرار أو تعداهم إلى مرتبة المقربين أو دونهم من سائر المسلمين، لأنه لما مدح صار مطلوبا من كل مسلم، صار لأن السياق سياق مدح، ليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه لام الأمر، والأصر في الأمر الوجوب، وما دام مأمورا به فإنه حينئذ يكون عبادة، عبادة. هل المأمور به النذر أو الوفاء بالنذر؟ قد يقول قائل أنتم تقولون النذر عبادة، وساق الله جل وعلا الوفاء بالنذر على سبيل المدح، وأمر به بلام الأمر وليوفوا نذورها،
هذه النصوص لا تشمل النذر، إنما تشمل الوفاء به. وإذا قلنا أن النذر عبادة وجاء النهي عنه وأنه إن وجاء النهي عنه والجمهور على كراهته وبعضهم يقول بتحريمه، شيخ الإسلام يشم من كلامه الميل إلى هذا القول، كيف نقول عبادة ومنهي عنها؟ لا شك أن الوفاء به مأمور به، أمر صريح وجاء الحث عليه ومدح فاعله. نظير ذلك لو صلى شخص صلاة مبتدعة، صلاة مخترعة مبتدعة ليست على هديه عليه الصلاة والسلام، ونواها وتقرب بها إلى مخلوق، نعم الصلاة المبتدعة مردودة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لكنه تقرب بهذه الصلاة المردودة التي لا تقبل، لو نواها لله جل وعلا تقرب بها لمخلوق، ماذا نقول عنه؟ ها؟ أشرك، أشرك، لأنه تعبد، لأنه ينوي العبادة والتقرب لهذا المخلوق، ولو كانت العبادة باطلة بالنسبة للتقرب بها إلى الله جل وعلا. فأصل الفعل عبادة بدليل الأمر بالوفاء به، وليس كل أنواع النذر منهي عنه. من ألزم نفسه بفعل طاعة لحثها والتأكيد عليها والالتزام بها من غير مقاضاة ومن غير مجازات، يعني إذا علقه تحقق فيه النهي، تحققت فيه الكراهة، إن شفى الله مريضي صمت 3 أيام، إن قدم غائبي تصدقت 100 ريال، هذه كأن فيها مجازات، وأن الله جل وعلا لا يشفيه إلا إذا قدم، أو أنه لا يتصدق إلا إذا قد فيها شيء من المقاضاة، وهذا الذي يستخرج به من البخيل. ولذا لو قال شخص لله علي أن أصوم من دون نظر إلى مجازات أو مقاضاة، قالوا هذا تأكيد للعبادة فهو عبادة. بعض الناس، وهذا مأثور عن بعض السلف، قال إن اغتبت شخصا تصدقت بدرهم، قال لله علي أنا إن اغتبت شخص أنا أتصدق بدرهم، صار كلما اغتاب تصدق بدرهم وأمره يعني أموره ميسورة، فهانت عليه الغيبة ثم عدل عن ذلك وقال إن اغتبت شخصا صمت يوما فكف عن الغيبة. مثل هذا العمل هل يعتبر من النذر المحمود أو المذموم؟ وش القصد؟ وش الهدف؟ كف نفسه عن المعصية، كف نفسه عن الغيبة، نعم هذا قصده. في الأول قال إن اغتبت شخصا تصدقت بدرهم، وعنده دراهم كثيرة وسهل عليه أنه نعم يغتاب وتصدق وانتهى الإشكال، لكن هل الصدقة بدرهم يقاوم إثم الغيبة المحرمة؟ لا. قال فهانت عليه الغيبة، وثم عدل عن ذلك فقال إن اغتبت شخصا صمت يوما، مع أنه يوجد من بعض الناس أن الصيام أهون عليه من الصدقة، بعض الناس شحيح
الدرهم أشد عليه من صوم الدهر. فالناس يتفاوتون في هذا، لكن هذا الرجل هانت عليه الغيبة لأن عنده دراهم وتسمح نفسه وتجود نفسه بالصدقة، لكن لما قال إن اغتبت شخصا صمت يوما انقطعت الغيبة. وهذا الملحظ لاحظه من أفتى الخليفة الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، فقال الأصل أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، مباشرة قال له صم شهرين متتابعين. على الخليفة الصيام شهرين متتابعين يعتق 100 رقبة بدل شهرين، يعتق عن كل يوم رقبة، ما عنده مشكلة. نعم عنده مال وعنده عبيد وعنده إماء وعنده سهل يعني. فقال له من أفتاه صم شهرين متتابعين. الفتوى صحيحة ولا باطلة؟ يعني من حيث الملحظ والمعنى يعني لها حظ من النظر، لكنها مخالفة للنص، مخالفة للنص، لأن كفارة الجماع في نهار رمضان هي كفارة الظهار، والظهار مرتبة كما في سورة المجادلة. وأيضا كفارة الجماع في نهار رمضان مرتبة كما في حديث الأعرابي. فمثل هذه المعاني متى تلاحظ؟ إذا عدم النص، أما إذا وجد النص فالنص هو الحكم. صحيح أن الخليفة لن يرتدع إلا إذا كان الوازع وازع الإيمان فيه قوي، ولا يقال اعتق رقبة اعتق 10 مو مرتاح، أو 60 عن كل يوم واحد. أرجع فأقول إلى أن صنيع هذا العالم ومن رواة الحديث الذي قال إنه كلما اغتاب رجلا تصدق بدرهم فهانت عليه الغيبة فعدل عن ذلك وقال كلما اغتاب رجلا صام يوما فانقطعت الغيبة. هل صنيعه شرعي ولا مو شرعي؟ قصده حث النفس ومنع النفس، منع النفس، نعم منع النفس عن الغيبة. وإذا كان القصد من الكلام الحث أو المنع فحكمه حكم اليمين، يعني إن شاء وفى بنذره وإن شاء كفر كفارة يمين، لأن القصد منها الحث والمنع كما قالوا في الطلاق. شو هو نذر طاعة، لكن القصد منها الحث والمنع في معنى اليمين. نرجع فنقول هل هو شرعي ولا غير شرعي؟ الإنسان يجد من نفسه دائما يفعلونه الناس من أجل الحث والمنع، يمنع نفسه يقول إن دخنت هو يدخن وتاب من الدخان، إن رجعت عن الدخان فأنا بصوم يوم عن كل سيجارة يوم. ها لكن كما قيل كما قال لو كان خيرا لسبقونا إليه. هل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله صحابته؟ أو نقول عند أولئك من الإيمان ما يكفهم عن المعاصي، وليس عند من جاء بعدهم من الإيمان ما يزعهم عن المعاصي ويكفهم عنها إلا بإلزام النفس بشيء؟ واضح من قصده أنه يريد الخير بلا شك، لكن هل إرادة الخير مجردة عن الاتباع ممدوحة ولا مذمومة؟ ما كل من أراد الخير يصيبه. ها؟ لا يصيبه، هذا هو كلامه. سأل الشيخ الله
رجل عنده استطاعة أن يعتق عن كل يوم في رمضان رقبة، قال الشيخ بن باز لو يملك مال قارون لا ينفعه. بس وش السبب يعتق؟ يعني عنده مال زي كما قلت. إيه. وبيجامع ويعتق. إيه. إيه. الشيخ قال رحمه الله لو يملك مال قارون ما ينفع. لازم يلتزم بالشرط. لابد من شرطي أو من تحقق شرطي العبادة، لابد من تحقق الإخلاص لله جل وعلا وكون العمل مطابق لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل خير في اتباعه عليه الصلاة والسلام. لكن هناك اجتهادات والأمور بمقاصدها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومع ذلك يبقى أن الاتباع هو الأصل. نعم. شو؟ دخل في حيز البدع بسبب هذا. وقصده منع النفس. قصده منع النفس. كما لو قال لزوجته إن خرجت فأنت طالق، هذا قال له مبتدع، قصده منع الزوجة، وهنا قصده منع نفسه. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إيه، لكن هل في هذا التزام وإلزام للنفس بحيث يأثم لو ترك؟ هو نذر قال لله علي إن اغتبت شخصا أن أتصدق بدرهم، هو نذر. نرجع إلى كلامنا الأول، ها؟ على كل حال الذي فعله من رواة الحديث ومن ثقاتهم، ومعروف عند أهل العلم بحرصه على براءة ذمته. في أقسام النذر ما سيأتي من كلام الفقهاء، نذر اللجاج والغضب بيجي إن شاء الله، عسى أن يكون في وقت. الآن لما يذكر الله جل وعلا صفات الأبرار وفي المسلمين، في عموم المسلمين طبقة فوقهم وهم المقربون، وطبقات دونهم من أصناف المسلمين، ولذا يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، فالمقربون طبقة عليا يليهم الأبرار ثم يليهم من دونهم من الطبقات، كما ذكر ذلك ابن القيم في طريق الهجرتين. في طريق الهجرتين، وابن القيم رحمه الله ذكر رسم المنهج والجدول الذي يمشي عليه المقربون، ثم ذكر طريقة الأبرار في حياتهم من صلاة الفجر إلى قيامه من نومه من الليلة التالية، فهو جدول مرسوم يستفيد منه طالب العلم في طريق الهجرتين إذا أراد أن يتشبه بالمقربين أو يتشبه بالأبرار. يقول هل من الممكن تحديد يوم للرد على الأسئلة أو تحديد وقت بعد صلاة العشاء في أي يوم من أيام الدورة للرد على الفتاوى؟ إن شاء الله يحصل ذلك. أنت راجع طريق الهجرتين وشوف كلام ابن القيم رحمة الله عليه عن المقربين، وابن القيم من أشهر علماء الأمة وأحرصهم على تحصيل العلم وتحقيقه والعمل به والحرص على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فيه، وذكر أنه لم يشم لهم رائحة رحمه الله،
لم يشم لهم رائحة، وهذا من تواضعه، من تواضعه رحمه الله، ولا هو معروف بعلمه وعمله وعبادته وتأله وتضرعه، معروف ابن القيم رحمة الله عليه، لكن من باب التواضع، ويحفظ له هذا التواضع، لأن الإشكال إذا تكلم الإنسان عند قوم جهال وتواضع عندهم أساء به الظن، مثل واحد رايح له الهجرة بادية وعلمهم العلم واستفادوا من فوائد عظيمة، فخشي أن يغلو به بعض الناس، قال يا الأخوان ترى ما أنتم ما نبنتم اللي تصورون، أنا عندي معاصي وعندي ذنوب، ولو الذنوب لها رائحة ما جالستموني، يعني من باب هضم النفس والتواضع. قال أخسي الخبيث أترك تنصب علينا مشكلة، بعض العقول اللي ما تستوعب حقيقة الأمر مشكلة يقال عندهم مثل هذا الكلام. شيخ الإسلام رحمة الله عليه إذا مدح في وجهه قال أنا لست بشيء، ولا مني شيء، ولا لي شيء، رحمة الله عليه، ثم يقول أنا المكدي وابن المكدي، وكذا كان أبي وجدي. مثل هذا يستغله، مثل استغلال الجهال، ولا يستغله الرافضة، يقول هذا كلامه عن نفسه، عرف الناس بنفسه، كيف يقتدى بمن هذه حاله؟ مثل ما قالوا في حق عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال ليتني كنت كبشا سمنني أهلي ثم ذبحوني فأكلوني، يقول ما الفرق بين قول عمر هذا وقول الكافر يوم القيامة ليتني كنت ترابا؟ فصاحب الهوى يستغل مثل هذه الأمور، فلا يقال مثل هذا الكلام عند من لا يحتمله، فلا يقال مثل ابن القيم رحمة الله عليه، عد مقامه في العلم والعمل معروف ومحفوظ، فكونه يقول لم أشم لهم رائحة من صميمهم ومن يعني رحمة الله عليه، الله المستعان. طيب إذا صار ما شم لهم رائحة ليش يكتب هذا الكلام؟ ذكر المبررات لذكر هذا الكلام، يقول لعل شخص يستفيد منه فيكون لي مثل أجره، وذكر أشياء كثيرة رحمة الله عليه، فمراجعة هذا الفصل من طريق الهجرتين ينتفع به طالب العلم كثيرا، فليراجع. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه، يعني فيجازي عليه. ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه فيجازي عليه. هل هذا أسلوب مدح أو أسلوب ذم أو أسلوب تقريري؟ لا مدح ولا ذم. نعم الشيخ يسوق الآية على أنها في مدح النذر، نعم في مدح النذر، وإذا مدح في الشرع صار عبادة، هذا ما يريد الشيخ تقريره. لكن هل الآية ما أنفقتم من نفقة نكرة في سياق النفي، نذرتم من نذر أو، والعطف على نية إيش؟ تكرار العامل، على نية تكرار ما أنفقتم من نفقة أو ما نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإنه حينئذ يكون نكرة في سياق النفي فيعم كل نفقة ويعم كل نذر. وإذا قلنا بهذا فإن من النفقات ما يمدح صاحبه، ومنها ما يذم صاحبه، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، وكذلك النذر منه ما يمدح صاحبه ومنها ما منه ما يذم، فالآية أعم من أن تكون في سياق المدح.
لكن الممدوح منه عبادة، الممدوح من النفقة والممدوح من النذر عبادة، بدليل عطف النذر على النفقة. المقصود أن الشيخ رحمة الله عليه حينما ذكر هذه الآية يريد أن يقرر أن النذر عبادة، وإذا كان عبادة فإنه حينئذ لا يجوز صرفه لغير الله جل وعلا، وإذا صرف لغير الله فإنه يكون شركا. من الشرك النذر لغير الله. نعم. وين؟ إيه؟ هو عبادة بلا شك، بدليل لو أخذنا النفقة فقط، النفقة مأمور بها ولا لا؟ وإن كانت الدلالة التي يعبر عنها العلماء بدلالة الاقتران ضعيفة، لكن يبقى أن السياق واضح أنه مقرون بالنفقة وحكمها. هو يجازي عليه، لكن هل المجازات بالحسنات أو بالسيئات؟ على أنه حسن أو على أنه سيئة؟ قال ذكر بعضهم أن علمه جل وعلا يقتضي المجازات، وهذا واضح، لكن هل المجازات على أنه عبادة أو على أنه مثل بعض النفقات؟ الآن عندك فلان زيد من الناس ينفق وفلان من الناس ينفق، هذا ملايين وهذا ملايين، لكن هذا ينفقه في وجوه الخير وهذا في وجوه أحيانا التبذير وإسراف وغير ذلك في المباحات، وبعضهم في المحرمات. يبي يجي هذا الحديث، يبي يجي بعد الآية. اي نعم. شو؟ إيه؟ طيب. إيه؟ يعني سياق الآيات في النفقات المطلوبة وهي الصدقة، لأن مجرد العلم يقتضي المجازات، والمجازات كما تكون على الحسنات تكون أيضا على السيئات كما هو معلوم، لكن لا شك أنه إذا نظرنا إلى الآيات التي قبلها يدل على أنها في النفقات المحبوبة. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لا شك أن من نذر الطاعة المطلوبة بأصل الشرع وأكدها بنذره أنها تأكدت في حقه ولزمته هذه الطاعة وأثم بتركها إثما زائدا على مجرد تركها المجرد دون نذر، إذا كانت من الواجبات، الواجب إذا تركه أثم، فإذا نذره زاد إثمه لو تركه. طيب المستحبات إذا نذرها وجبت عليه، وجب عليه الوفاء بها لأنها طاعة. طيب من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا شك أن المعصية ممنوعة في الأصل بخطاب الشرع، ثم إذا خالف هذا الخطاب بنذره فإن نذره وإن كان الأصل في الوفاء بالنذر أنه واجب، لكن وجوب الوفاء بالنذر لا يقاوم الحكم الأصلي الذي هو معصية،
ولذا قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وأنواع النذر ذكرها الفقهاء نقرأها في نهاية الدرس. قال رحمه الله فيه مسائل. نعم. إن عندنا طاعة وعندنا معصية. طيب المباح، من نذر مباحا، ها يخير بين فعله وبين كفارة، لأن نذره لهذا المباح قصده حث نفسه على فعله أو تركه. نعم. القدر زايد. نعم. لا، مثل ما قلنا في قصة من نذر أن يصوم إذا اغتاب، أجر الوفاء وأجر ترك الغيبة، مع أنهم يقولون أن مجرد الترك، نعم، ما لم يكن هناك باعث على العمل لا يثاب عليه. يعني من جلس في مسجد هل يقال أنه يثاب على ترك الزنا وترك السرقة؟ ها؟ إذا قصد بذلك، يقولنا والله بجلس في المسجد بدل ما أروح للأسواق وتعرض للفتن وغير ذلك، هذا يؤجر عليه. لكن جالس في مجال الصلاة وجلس في المسجد وينتظر الصلاة الثانية، هل نقول ولم يخطر على باله غير ذلك؟ ما يؤجر عليه. يعني من نذر صدقة أو صيام ما له أجر الصيام ولا أجر الصدقة، وراء أجر الوفاء بالنذر. أنا أقول لماذا نذر عدل عن نذر المباح إلى نذر المستحب، عدل عن نذر المعصية إلى نذر الطاعة؟ ترى الموضوعات ما تنتهي إذا دخلنا في هذا الباب. يعني شخص قال له الأطباء حفاظا على صحتك عليك أن تمشي في اليوم 5 كيلو، قال بدل ما أروح للمماشي والشوارع أروح أطوف، يوجر ولا ما يوجر؟ يقول أبا طوف بقدر 5 كيلو. ها؟ شو؟ وش اللي خلاه ما يمشي في الشوارع وراح يمشي في المطاف؟ رغبته في الطواف. هذا معروف أنه ما راح المطاف إلا رغبة فيه. ها؟ فهذا تشريك عبادة بمباح فيؤجر، لكن ما هم مثل أجر من تمحض طوافه من أجل الطواف قاصدا بذلك العبادة نفسها. فرق بين هذا وهذا. طيب وش أجرك مثل اللي جاي يطوف بدون نية الصحة، الحفاظ على الصحة؟ هذا نية حافظ على الصحة. أي يعني أنت شركت بين عبادة ومباح، لكن اللي جاء لمحض العبادة هذا أجر، أكثر أجر. واللي جاي للمشي فقط هذا ما له أجر. احنا شاهدت بنفسي بنات كبار فوق 20 عليهن ترنقات كورة تحت العبات وكناد الرياض وجاية نطوفا. الله أعلم بالنيات، عنا ما ندخل في نيات الناس، لكن إلى هالحد؟ ها؟ بس مشكلة هذا، أن ما يعلم ما في القلوب إلا على، يمكن من النوع اللي قال بدل ما نمشي في كذا وكذا نروح نطوف. على كل حال المسألة فيها تفاصيل، والتشريك في العبادات طويل الذيول ما ينتهي. يعني قالوا في الإمام إذا ركع ثم دخل داخل وزاد في الركوع من أجل هذا الداخل، ما حكم صنيعه؟ ها؟ مشرك. ها؟ قدر الذي زاد. وش فيه؟ قدر الذي زاد. طيب من اول بدل ما يوم يسبح 3 سبح 7 علشان هذا يدرك، مش حكم العمل هذا؟ ها؟
من أجل الإحسان على أخيه. ولذلك قال الجمهور مثل هذا إذا لم يشق على المأمومين فهو مشروع. وقال المالكية هو تشريك مخل بالعبادة، زاد هذا القدر من الصلاة من أجل فلان. صار ينتظر شخص معين فقط ولا باقي ما عليهم منه؟ لا 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 ما يجوز، ما يجوز ما يجوز. أنا فهمت اللي أنت بي فهمت. سم يقول هذا الإمام ما ينتظر لشخص معين، إما وزير ولا كبير ولا أمير واللي غيرهم ما يهمونه، يركع يرفع ما عليهم منه، أو ينتظر والده يصلي مع الجماعة وسمع قرع نعاله وقال انتظره، ولا ينتظر بقية المؤمن. هذا قصد السائل. يقول فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، وليوفوا نذورهم، من نذر أن يطيع الله فليطعه. اللام لام الأمر، وجوب الوفاء بالنذر لا سيما إذا كان طاعة. اللهم يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الثانية، في المسألة الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله، وقد ثبت بما ساقه من الأدلة، فصرفه إلى غيره شرك، فصرفه إلى غيره شرك، لأنه أشرك مع الله غيره. لكن هل هو من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ نعم أكبر. ها؟ شو فيها أكبر ولا أصغر؟ شوف بحسب النظر. ها؟ بحسب النظر. يعني نذر، نذر للقبر الفلاني. ها؟ شو؟ إذا تقرب به لمخلوق هذا لا شك أنه أكبر، لكن إذا كان القصد منه الحث أو المنع، ها؟ صار حكمه حكم اليمين بغير الله جل وعلا. ولذا الشراح يعني جلهم وأكثرهم على أنه أكبر وماشين على هذا من غير تفصيل، لكن منهم من أشار إلى أنه قد يكون من الشرك الأصغر إذا قيس بإذا عوم المعاملة اليمين، لا سيما إذا كان القصد منه الحث والمنع. نعم. قال شرك. إيه. لكن هو حقيقته شخص نذر لمخلوق، ما كيف نعامله؟ على أنه مشرك، مشرك شرك أكبر لا يغفر له، أو على أنه أصغر كمن حلف بغير الله؟ ها؟ لكن احنا نقول وهذا حلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك. حلف يقصد تعظيم المحلف به فهو شرك أكبر. ها؟ هذا إذا نوى التقرب لغير الله عبادة وتعظيم يكون شرك. معروف هذا إذا كان، لكن إذا كان قصده حث نفسه، يقول إن 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 فعلت كذا فلفلان من المخلوقين أن أذبح كذا، هو بتقرب إليه بالذبح لكن النذر باسمه. نعم. إيه. شو؟ أصغر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بشرح. إيه. أصغر. أصغر. شيخ سليمان بن حمدان في شرح الدر النظير صرح بأنه أصغر، لكن الأكثر على أنه أكبر، والتفصيل وارد، ومرده إلى القلب حسب ما يقر في قلبه.
مثل إذا كان قصد من الحث والمنع، إذا كان قصده التقرب بهذه العبادة للمخلوق لا شك أنه أكبر، لكن إذا كان قصده حث نفسه أو منعه أو منع نفسه قال أنه يعامل معاملة اليمين. يعني كيف يقول يا شيخ؟ شو؟ كيف يقول عشان إن فاتتني صلاة العصر ده فإيش؟ شو الصيغة؟ لا إذا تقرب القبر صعب، لا نبي نريد الصورة التي لفلان علي نذر. وش بيسوي الفلان؟ بيذبح له من يدخل بالباب السابق؟ صيام له ولا لله؟ عند رجعنا إلى ما هو أشد. المقصود أن الأمر ليس بالسهل، وأمر الشرك داخل سواء كان أكبر أو أصغر في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك أمره عظيم وشأنه خطير سواء كان أكبر أو أصغر، لكن الأكبر صاحبه مخلد في النار، والأصغر لا يخلد في النار لكن لا بد من أن يعذب. نعم. لو مثلا واحد نجح ولده يذبح ذبيحة، نجح ولده لكن في الأخير قال لا خلاص بالطبع نذبح فيها بكفارتين، شلون؟ نذر لله إن نجح ولده في الامتحان أن يذبح، من نذر أن يطيع الله في الإطاعة. شو؟ لله هذا النذر طاعة، من نذر أن يطيع الله فلا يطيعه يلزم. هو الأصل وأكثر الشراء على أنه أكبر، لكن نبي نتعامل مع من قال إنه أصغر، والأخونا ذاك شيخ الإسلام يقول أصغر. ها؟ هو إذا عومل معاملة اليمين فاليمين الأصل فيه أنه شرك أصغر. يقول شرك أصغر ما هو بأكبر، ما فصل أبدا. فنحتاج أن نوجه مثل كلام أهل العلم لسيما من أهل التحقيق ما يظن بهم شيء. شو؟ إيه إذا كان القصد الباعث عليه الحث والمنع عومل معاملة اليمين، واليمين على حسب ما يقر في قلب المقسم الحالف. لزيد علي أن أكرمه إذا قدم من سفره، هذه الصورة. ها؟ هذا مجرد وعد، هذا مجرد وعد، إلا إذا أكد باليمين وكان في طاعة لزم الوفاء به كما جاء ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. شو؟ لا لزيد علي الصيغة صيغة نذر، لكن إنه هو مجرد وعد ولا يدخل في النذر، هو مجرد وعد له أن يخلفه، لكن لا يجوز أن ينوي الإخلاف مع عقد الكلام. لو قال هو ناوي أن يكرمه ثم بعد ذلك طرأ عليه ما طرأ ثم أخلف هذا الوعد كل ما عليه شيء. إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غير الله شرك. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وهذا نص الحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نشوف أقسام النذر في الزاد وشرحه، قالوا ذكروا فيه خمسة أنواع. ها؟ شوف
يقول النذر بعد تعريفه قال في الحاشية: كعلي لله أو نذرت لله، ولا يختص بذلك ونحوه، ولا ينعقد بغير القول ولا بمحال. وفي الشرح: لا يستحب النذر للنهي عنه، وتوقف شيخ الإسلام في تحريمه وحرمه طائفة من أهل الحديث. قال: وما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد عليه الله أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو تحالف عليه جماعة، فإن هذه العهود والمواثيق تقتضي له وجوبا ثانيا غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول، فيكون واجبا من وجهين، ويكون تركه موجبا لترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر. هذا هو التحقيق، نص عليه أحمد وقاله طائفة من العلماء. وقال ابن القيم: الملتزم الطاعة لله لا يخرج عن أربعة أقسام: إما أن يكون بيمين مجردة، أو بنذر مجرد، أو بيمين مؤكدة بنذر، أو بنذر مؤكد بيمين، كقوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. فعليه أن يفي، وإلا دخل في قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، وهو أولى باللزوم من أن يقول لله علي كذا. وقال: فرق بين ما التزم لله وما التزم بالله، فرق بين ما التزم لله وما التزم بالله، فالأول ليس فيه إلا الوفاء، والثاني يخير بين الوفاء والكفارة. التزم بالله يعني حكم الكفارة، حكم اليمين. قال: والصحيح منه، يعني في الزاد وشرحه، والصحيح منه أي من النذر، خمسة أقسام: أحدها النذر المطلق، مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا، فيلزمه كفارة يمين، لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر الذي إذا لم يسمى كفارة اليمين. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح غريب. الثاني نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه، أي من الشرط المعلق عليه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، كقوله: إن كلمتك، أو إن لم أضربك، أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا فعلي الحج أو العتق ونحوه، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، لأن معناه معنى اليمين نظير ما قالوه في الطلاق، القصد الحث منه أو المنع. لحديث عمران بن حسين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب، كفارته كفارة يمين. رواه سعيد بن منصور في سننه. والثالث نذر المباح، كلبس الثوب وركوب دابته، فإن نذر ذلك فحكمه كالقسم الثاني، يخير بين فعله وكفارة اليمين. وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره، استحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعله، لأن ترك المكروه أولى من فعله، وإن فعله فلا كفارة، لأنه وفى بنذره. الرابع نذر المعصية، كنذر شرب الخمر، ونذر صوم يوم الحيض ويوم النحر وأيام التشريق، فلا يجوز الوفاء به، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ويكفر من لم يفعله. روي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حسين وسمرة بن جندب رضي الله عنه. ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم الحيض. لماذا؟ الحيض، امرأة تصوم وهي حائض، ها؟ هو ما يصح، لكن نذرة أن تصوم، ما يلزمه أن تصوم يوم في غير الحيض؟ لا، قال هذا: ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم الحيض. الآن نذر أن يصوم يوم النحر وأيام التشريق،
لا يجوز الوفاء به، لكن يقضي، يصوم غير يوم النحر غير يوم التشريق. قال ويقضي من نذر صوما من ذلك، كما لو نذر أن يصوم يوم العيد يصوم غير يوم العيد، لكن الحائض نذرت أن تصوم وهي حائض وقال لا تقضي. شو؟ ومن نذر صوم يوم العيد ما في محادة، لأنه حرام جاء النهي عنه. بذات الوصف ها شو طيب معلق متعلق بغيرها بوصف اليوم لا بوصفها هي. قال لانعقاد نذره يوم الحيض فتصح القربة ويلغى التعيين لكونه معصية، لكن التعليق حاشية الآن. قال ويقضي من نذر صوما من ذلك، يعني مما تقدم من يوم العيد وأيام التشريق، نعم. وأما بالنسبة غير يوم الحيض، أي يوم عيد النحر وأيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب، لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي بس. أي لكن ونذر أن يصوم أيام التشريق ومعه قيمة الهدي أو لم يحج، يجوز يصوم ما يجوز يصوم؟ يصوم ثلاثة أيام غيرها. ها أيام التشريق أيام أكل وشرب، يعني ما حج ما يصوم مثل الحاج. هي لكن نذر أن يصوم هذه الثلاثة أيام أو الأربعة. قال ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم الحيض، ما دام يبي يصوم غير الأيام الأربعة يوم العيد وأيام التشريق، لماذا لا تقضي الحائض صيام أن هذا النذر في غير الحيض مثلهم؟ لماذا فرق؟ هو قال لأن الوصف في نذر يوم العيد وأيام التشريق غير متعلق بها، ونذر صوم اليوم الحيض متعلق بذاتها. مو بهذا كلامك؟ شوف ايش يقول المحشي. ها ها قلب الصورة هي. لانعقاد نذره يوم الحيض، ولهم نذره نذرها إيه؟ هو يقول لانعقاد نذره يوم الحيض فتصح القربة ويلغى التعيين لكونه معصية. هذا عكس، لا 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 كان يعني لو كان الرقم على ويقضي من نذر صوما من ذلك صحيح يصح التعليق، أما تعليق بيوم الحيض ويفرق الشارح يفرق بين يوم الحيض ويوم العيد. إذا قلنا إذا نذر المعصية إذا نذر لله أن يعصي فعليه الكفارة، كفارة يمين النذر لله، لكن إذا نذر لغير الله فلا كفارة به، لأنه أعظم من أن يكفر، مثل ما قالوا في اليمين الغموس وفي قتل العمد، هذه أعظم من أن تكفر، خلاف قتل الخطأ واليمين التي ليست بغموس. فلله علي أن أصوم يوم العيد. الخامس نذر التبرر مطلقا، أي غير معلق أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كالعمرة والصدقة وعيادة المريض، فمثال المطلق لله علي أن أصوم أو أصلي، ومثال المعلق كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا من صلاة أو صوم أو نحوه، فوجد الشرط لزم الوفاء به.
أي بنذره لحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري. إلا إذا نذر الصدقة بماله كل إلا إذا نذر الصدقة بماله كله من يسن له فيجزئه قدر ثلثه ولا كفارة. من يسن له؟ شلون من يسن له؟ نذر بماله كله من يسن له. يقول لعله احترز بقوله من يسن له عمن لا يسن له ذلك، يعني أي من يسن له الصدقة مطلق الصدقة، لكن بعضهم لا يسن له الصدقة. المدين لا تسن له الصدقة أصلا، المدين لا يسن له، يعني شخص يقف أمام الناس ويسألهم يعطى 100 ريال ثم يمر بواحد يسأل يعطيه منها 10 يجوز؟ ها؟ هو لما أخذ الصدقة القدر الزائد عن حاجته يجوز يأخذ؟ ها؟ ما هي مسألة يعني عاطفة، هذا أخذ أكثر من حاجته، يعني يكفيه 50 ريال فأخذ 100، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. يقول هذا القدر الزائد خذ 50 زائدة أتصدق 10. شيخ الإسلام يقول الصدقة بالقدر اليسير لا تؤثر في مثل هذا، لا تؤثر في مثل هذا، وكل له نصيبه من الأجر. حتى المدين لو تصدق بشيء يسير لا يقبله الدائن لو أعطاه إياه، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، مدين ملايين ثم جاء واحد يشحذ المسجد وعطاه 100 ريال، لو أخذت هذه 100 ورحت بال الدائن يقبل؟ ما يقبل. مثل هذا لا يؤثر الدين، المال الذي لا يؤثر في وليس بشيء في نظر الدائن ما له أثر. خلنا نشوف باقي شيء. إلا إذا نذر الصدقة بماله كله فيجزئه قدر ثلثه ولا كفارة، ولا كفارة. طيب عمر بن عبد العزيز ما ترك شيء لورثته، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه تصدق بجميع ماله. أبو بكر متسبب وعوضه في وقت يسير، لكن عمر بن عبد العزيز ما ترك لهم شيء، وقال رضي الله رحمه الله لما لامه بعض معارفه ومحبيه من عن التصدق بجميع أمواله وإخراجه من قبضته، قال الورثة بين شخصين، إما تقي هذا لن يضيعه الله، وأما فاسق فلن أعينه على فسقه، فلن أعينه على فسقه. لكن هل هذا أفضل أو الأفضل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لسعد؟ إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لا شك أن الناس يتفاوتون في اليقين، بعض الناس إذا صدق بجميع ماله وجلس في المجالس بدأ يتحسر، أنا تورطت، أنا غلطت، أنا ما أدري، هذا لا يتصدق إلا بقدر الواجب ويا الله. مثل بعض الناس يترك العلاج أو حتى يترك الرقية، وإذا جلس في المجالس أنا متوكل على الله، أنا ما أعالج ولا أروح المستشفيات، ولا نقول روح المستشفيات أحسن لك من هالكلام. نعم، نعم، إذا وفى بنذره قبل حصول المعلق عليه أو حلف على شيء فكفر عن يمينه قبل الحنث. ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده يقول إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب لا يجوز فعلها قبل السبب بالاتفاق،
ويجوز فعلها بعد الوقت بالاتفاق والخلاف فيما بينهما. والنبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير، يعني كفر قبل الحنث. وهنا لو وفى بنذره قبل أن يحصل المقصود من هذا الباب، صار بعد السبب بعد الانعقاد وقبل وقت الوجوب. نعم. إذا عجز كفر كفارة يمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.